لليوم الثاني على التوالي تشهد مدينة المتلوي مواجهات بين مجموعات من الشباب وأعوان الأمن، وقد أقدم بعض المحتجين ليلة أمس على حرق مقر محكمة الناحية. تتواصل لليوم الثاني على التوالي التحركات الاحتجاجية بمدينة المتلوي على خلفية نشر النتائج الأولية لشركة البيئة والغراسات، احتجاجات أدت إلى حرق مقر محكمة الناحية بالكامل بعد إتلاف جميع محتوياته. علاش محكمة ناحية المتلوي بالذات؟ الله أعلم. نسقنا مع السلطات الأمنية، كلمت شخصيا رئيس المنطقة، علمته بالموضوع، قال أنا قاعدين نقوم بالواجب، هاو الواجب المحكمة كاملة اتحرقت، هذا اللي عندي أنا باش نقوله. خسارة كبيرة، كارثة صارت، هذه تحب لها 3 أو 4 سنين هذه باش تصلح، كل شيء فيها تحطم، منع جوز الخزينة لوتا اللي فيها دوسيات أبار سا، كل شيء آيلة للسقوط. محكمة استهدت الحرق البارح بالليل، تم سرق وإتلاف وحرق، هذا اللي لاحظناه، سرق الجردوتير خزوم الكل، قاعد حتى أورديناتور، ومن بعد إتلاف تكسير البلوات والخزاين وحرق كل ملفات القضايا. جزء من قضايا المدنية تبقت، البقايا كل تحرق. نحن ماذا بينا توا راهو قدام المحكمة، راهو ثم ورد وراهو ثم ياسمين، ونطلبوا من الدولة نرجعوا لعام 76، نحن المتلوي كيفاش كانت؟ نحن توا رانا في السجن، يعني مربي بحالتنا رانا. بالنسبة لنا نحن نشوفوا عام 76 المتلوي كان يسموه فيها بيتي باري. جابوا تعزيزات أمن من كافة المدن الأخرى تاع الجمهورية. البارح تحرقت المحكمة، أنا مواطن، نسأل السؤال هذا، الأمن وين؟ ورغم تأكيدات وزارة التكوين المهني والتشغيل على أولية هذه النتائج وقابليتها للطعن لكل من يرى فيها ظلما أو حيف، فقد تواصلت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، وتواصل معها غلق مختلف مؤسسات شركة فوسفات قفصة وبعض المؤسسات العمومية والتربوية رغم حجم التعزيزات الأمنية المتواجدة بالمدينة. نطالبوا بحاجة واحدة، بس تهدى المتلوي وبس تهنوا عليها تشغيل فرد من أفراد العائلة. ما نحبوش الوعد الزائف، نحبوا منشور منظم من السيد وزير التشغيل والتكوين يرتب به الأشياء هذه. حالة من الاحتقان والتوتر تسود مدينة المتلوي، تتطلب تدخل جميع الأطراف الفاعلة لتنقية هذه الأجواء.